يوم بعد يوم في تطوير بيحصل في منظومة الصحة المصرية. الاهتمام بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين شيء كل المواطنين بيلمسوه عن قرب. امبارح تم الإعلان عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية ل 199 ألف من المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية، وده بداية من يناير الماضي حتى نهاية هذا العام. خلينا نتعرف تفاصيل أكتر عن العيادات المسائية، عن تخصيص مكاتب لخدمة المواطنين، عن تلقي الشكاوى بكافة مستشفيات المؤسسة العلاجية. معانا على الهاتف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا استاذ مصطفى، صباح الخير يا استاذة جميلة، تحياتي لكما ولمشاهدي حضراتكم الكرام. اهلا وسهلا بحضرتك. في البداية 200 ألف شخص استفادوا من مستشفيات المؤسسة العلاجية، ايه هي مستشفيات المؤسسة العلاجية في البداية؟ مستشفيات المؤسسة العلاجية هي أحد أذرع وزارة الصحة والسكان في تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين من خلال 8 مستشفيات موجودين في القاهرة والإسكندرية، هي مستشفيات الإبطي ومبارة مصر القديمة وهليوبلس ومبارة المعادي والإصلاح الإسلامي بمحافظة القاهرة، ومستشفى أحمد ماهر ودار الولادة والمستشفى القبطي بمحافظة الإسكندرية بسعة استيعابية تقرب من 1000 سرير تقريبا، بتقدم خدمة علاجية للمواطنين المترددين عليها بأسعار مخفضة جدا للمترددين. في دور قيام وزارة الصحة والدولة المصرية برفع مستوى وكفاءة الخدمات العلاجية الصحية المقدمة للمواطنين، تم زيادة السعة الاستيعابية لمستشفيات المؤسسة العلاجية من خلال إضافة 28 حضانة و17 غرفة رعاية مركزة بالمستشفيات. في ده على مستوى التجهيز والإنشاء. على مستوى إدارة العمل تم زيادة عدد ساعات العمل، بدل ما كانت العيادات بتنتهي في الساعة 2 ظهرا تم زيادة عدد الساعات ليكون هناك عيادات مسائية تمتد حتى الساعة 8 مساء. وده الحقيقة يعني هدي حيك مثال بسيط جدا انه عدد المترددين على اقسام الطوارئ على سبيل المثال في الشهر اللي فات كان بيقرب من 30,000، بعد فتح العيادات المسائية الرقم ده قل ل 18,000، لان الناس وجدت انها تستطيع ان تتلقى الخدمة في العيادات بدون الذهاب الى اقسام الطوارئ لما فتحنا العيادات المسائية اللي فيها متخصصين بيتعاملوا مع المرضى من الاستشاريين والمتخصصين بتقديم بقى الخدمه، سواء في عيادات امراض النساء، عيادات الانف والاذن والحنجره، عيادات الامراض الباطنيه، عيادات الامراض الجراحيه. حضرتك يا فندم ذكرت الفتره المسائيه دي من الساعه كام للساعه كام؟ الفتره المسائيه بتبدا من بعد انتهاء العيادات الصباحيه في الساعه الثانيه وتستمر حتى الساعه 8 مساء. طيب هل هذه الخدمه يا فندم بتكون تابعه للمستشفيات اللي حضرتك ذكرتها فقط، ولا الخدمه دي متوفره في عفوا في كل المستشفيات، او حتى هيتم تعميمها فيما بعد؟ هي الخبر يتعلق بالمؤسسه العلاجيه، لكن خدمه العيادات المسائيه هو توجه وتوجيه من السيد الرئيس وتوجه لوزاره الصحه والسكان و دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتعميم مفهوم العيادات المسائية على كل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان في جميع المحافظات. هايل. طب يعني لو بعض المرضى اللي حضرتك بتتكلم عليهم المترددين على العيادات المسائية احتاجوا لإجراء عمليات جراحية، بتعملوا إيه؟ بيتم تحويلهم يعني أخذ مواعيد لعمل الجراحات زي اي دايما بيروح الصبح، ولا ما بيروح الصبح على العياده وبيحتاج الى عمليات جراحيه بيتم توجيهه لعمل الفحوصات اللازمه، ان كان محتاج الى حجز في المستشفى بيتم حجزه، ان لم يكن محتاجا بيقوم بعمل الفحوصات اللازمه والتحضير لما قبل التدخل الجراحي من خلال التردد على المستشفى، وفي الميعاد المقرر للعمليه بيتم حجز في المستشفى قبلها ب 24 ساعه. طيب يعني هي بتمارس نفس الأعمال التي تقوم بها العيادات الصباحية مع زيادة معدلات التشغيل وفترة العمل. طيب بما ان احنا فندم بنتكلم عن مستشفيات المؤسسات العلاجية،
ليه تم التوجه لتطويرها ورفع كفاءتها؟ يعني ايه الاختلاف بينها بين فكره تطوير المستشفيات اللي موجوده بالفعل ان كان المستشفيات الجامعيه او المستشفيات الحكوميه؟ يعني هي المستشفيات المملوكه للدوله تنقسم باعتبار تبعياتها الاداريه الى مجموعه اقسام. وزاره الصحه مثلا على سبيل المثال عندها مستشفيات القسم القطاع العلاجي اللي هي المستشفيات المركزيه والعامه، وايضا يتبعها مستشفيات امانه المراكز الطبيه المتخصصه، ويتبعها مستشفيات التعليميه هيئه المستشفيات والمعاهد التعليميه، ويتبعها مستشفيات المؤسسه العلاجيه. المستشفيات الجامعيه تتبع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، وبينظم عملها المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعيه. التوجه لوجود عيادات مسائيه هو توجه لكل مقدمي الخدمه الصحيه الحكوميين بفتح مجال للعيادات المسائيه بعد فترات العمل الاساسيه، لانه زي ما قلت لحضرتك ده بيسهل على الناس، بيحقق دخل اعلى للعاملين في القطاع الصحي، وفي نفس الوقت بيقلل معدلات التردد على الطوارئ، لانه المريض كان في العاده اذا لما ما بيلاقيش عياده مسائيه بيتوجه لتحصيل الخدمه في الطوارئ، فده بيزيد العبء على الطوارئ وبيخلي فيه صعوبه لتقديم الخدمه للي محتاجين فعلا نتيجه لوجود ترددات عالية الكثافة. لكن دلوقتي بقى المريض الإلكتيف أو المريض الذي لا يحتاج إلى خدمة طارئة بيتوجه للعيادة المسائية، والمريض اللي بيحتاج خدمة طارئة بيتوجه إلى الاستقبال والطوارئ. طب كلمنا عن أهمية تخصيص مكاتب لخدمة المواطنين، أفادت كم واحد وعملت إيه وحلت المشاكل إزاي؟ طيب خليني أقول لحضرتك إن هو مكاتب خدمات المواطنين دي موجودة منذ زمن فترات طويله الحقيقه. أيه. لكن اللي احنا بنتحرك عليه النهارده هو تغيير مفهوم مكتب خدمه المواطنين. أيوة. هو مكتب خدمه المواطنين كان قديما هو مكتب لتلقي الشكاوى، يعني لما حضرتك يبقى عندك شكوى من تاخر اجراء او في نوع من انواع التقصير في تقديم الخدمه من وجهه نظرك كنت بتروح لمكتب خدمه المواطنين عشان تشتكي. تمام. التوجه الحقيقه النهارده مش ده، واللي بيدعمه وبقوه الدكتور خالد عبد الغفار، لانه مكتب خدمه المواطنين المقصود به هو مكتب مساعده المواطنين على تلقي الخدمات الموجوده في المستشفى بسهوله ويسر. أيوة. انا مش لازم يبقى عندي شكوى، انا النهارده دخلت المستشفى محتاج افهم اروح فين واجي منين واتعامل ازاي وايه اسهل الطريقه، الدكتور كتب لي على فحص معين او اجراء معين. من خلال مكاتب خدمه المواطنين بيبقى في موظفين متخصصين بيساعدوا حضرتك، الفحص ده بيتعمل في المكان الفلاني، اليه ان انت تحجز الموعد بالطريقه الفلانيه، ممكن يتصل بيك بعد حجز الموعد يقول لك انه موعد حضرتك في الساعه الفلانيه في الوقت الفلاني. فالمقصود بمكاتب خدمه المواطنين النهارده مش مكاتب تلقي الشكاوي قد ما هي مكاتب مساعدة المترددين على المستشفيات للحصول على الخدمة بشكل أيسر وأسهل. ويمكن خليني أقول لحضرتك أنه في دراسات اتعملت على مستوى إيه أسباب عدم رضا المواطن عن تقديم الخدمة، لقوا أنه 70% من الأسباب مش أنه مش لاقي الخدمة أو أنه سعر الخدمة، لكن 70% من الشكوى هي عدم إحساس المواطن بالتعاطف الكافي من مقدم الخدمه تجاهه. فلما بيبقى في نوع من الاهتمام الزائد، لما يبقى في نوع من تسهيل اجراءات تلقي الخدمه، ده بيحقق رضا المواطن بنسبه تزيد عن ال 70% تقريبا. طيب دكتور حسام، بالعوده مره اخرى لتطوير العيادات الخارجيه وبما في ذلك كمان الفترات المسائيه، هل تم تطوير العيادات الخارجيه؟ هل تم رفع كفاءتها لتستوعب الاعداد اللي احنا تحدثنا عنها؟ بنتكلم عن 199,000 من المترددين على العيادات الخارجيه، لو هنتكلم على المستشفيات التابعه للمؤسسات العلاجيه فقط من يناير اللي فات وحتى نهايه هذا العام او حتى الان. يعني احنا الدوله تتحرك في مجال الرعايه الصحيه على اكثر من محور بالتوازي. محور المنشاه والتجهيز، احنا النهارده منذ 2014 حتى هذه اللحظه هناك اكثر من 1000 مشروع بيتم العمل عليه على مستوى وزاره الصحه والسكان، يشمل بناء جديد، يشمل رفع كفاءه، يشمل احلال وتجديد لوحدات صحية، لمستشفيات قائمة، لمستشفيات يتم بنائها جديدة
في 27 محافظه. ده بدا منذ تولي السيد الرئيس في 2014 وما زال مستمرا بتكلفه زادت عن 70 مليار جنيه، ده غير المحافظات، ده بالاضافه الى المحافظات التي بدا فيها تامين تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل اللي هي 6 محافظات والمحافظات التي سوف تدخل تباعا، يعني ده بيشير على التوازي في رفع الكفاءه وفي الاحلال والتجديد. ده مستوى. المستوى الثاني تتحرك الدوله ايضا على تقديم، على تيسير تقديم الخدمه، على توسع مفهوم تقديم الخدمه، على الانتقال من مرحله مجرد ان انا بعالج المريض اذا احتاج الى مفهوم الصحه الشامله الذي يشمل الوقايه والصحه النفسيه والصحه البدنيه، كيف يحيا الانسان حياه صحيحه على مستوى الممارسه والسلوك والعادات والتغذيه واتباع العادات الصحيه السليمه، واذا لا قدر الله اصيب بالمرض بيجد العلاج بشكل مباشر او من خلال المبادرات الرئاسيه. الحقيقه اللي اكثر من 13 مبادره رئاسيه تاخذ الانسان منذ ان كان مبادره صحه الام والجنين جنينا الى مبادره رعايه كبار السن والمسنين الى مرحله الشيخوخه. من اهم المبادرات ربما اللي طلعت المبادرات الخاصه بالكشف عن الرئه، اللي هي يعني في الشارع بيسموها مبادرات المدخنين، انك تروح لمستشفى وتشوف موضوع الانسداد الرئوي وصل لفين. المبادره دي يا دكتور مهمه جدا، واعتقد ان هي بتهم قطاع كبير من المصريين. وصلنا لفين فيها يا فندم؟ زي ما حضرتك قلت، احنا اطلقنا مبادره التعامل مع الامراض الصدريه. الهدف من المبادره دي هو التوعيه بخطوره مسببات الانسداد الرئوي وعلى راسها التدخين، ثم الكشف المبكر عن اي اعتلال في الرئه او مجرى التنفس وتقديم الخدمه العلاجيه. المبادره دي اطلقناها في كل المحافظات، ويمكن كان اطلاقها متزامن مع مؤتمر المناخ الكوب 27 في مدينه شرم الشيخ. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، نشكرك يا فندم على كل هذه الإيضاحات.